تجربة توفير الطاقة في مصر كيف تريها، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الزراعية والأكثر استخداما للطاقة؟ لا، هي مصر كمركز إقليمي للطاقة الحقيقة أنا مبتهجة جدا أن أنا في هذا المؤتمر اللي بين لنا في سنوات قليلة جدا إزاي إحنا قادرين أو قدرنا فعلا على أن مصر تبقى مركز إقليمي للطاقة، وإزاي مصر قدرت تستخدم موقعها الجغرافي المتميز من كافة قارات العالم أنها تصبح ده طبعا كان بالتركيز على مشروعاتنا، بالتركيز على أن احنا نصل إلى نمرة واحد في العالم من إنتاج بترول أو من إنتاج طاقة كهربائية. الحمد لله احنا عندنا تنقيب عن الغاز في 4-5 محافظات، عندنا في بورسعيد، عندنا في دمياط، عندنا في رشيد، والحمد لله ربنا وفقنا ولقينا كميات كبيرة من الغاز وربنا وفقنا، بس احنا برضو استخدمنا العلم، استخدمنا التحدي، استخدمنا اتخاذ القرار ان احنا قدرنا نجيب ناس من العالم كله ينقبوا عن الغاز، وفعلا استخرجنا كميات كبيرة. يمكن اقول لحضرتك على 30/6/18 هيكون في انتاج من غاز من البحر الابيض المتوسط وخلافه، ايوه كميات هتبقى تكفي حاجه مصر من الغاز، وده طبعا خبر هيخلينا نوفر عمله صعبه، خبر هيخلينا نقدر نستكمل كل الصناعات. انت عارف صناعات كثيره بتقوم على الغاز، محطات الكهرباء ايضا هيبقى في سهوله في انشائها، مشروعات الصناعية زي البترو كيميكلز والكلام ده كله هيبقى عندنا طفرة غير عادية في ان احنا يبقى عندنا غازنا مصري بعملة محلية. حضرتك من قيادات النشطة المعروف فن على مستوى الجمهورية ومحافظة البحيرة من المحافظات السياحية والزراعية، متى نرى محافظة البحيرة على هذه الخريطتين لتصدير الحصلات الزراعية زي ما كانت زمان وجذب السياحة زي ما كانت زمان؟ هقول لحضرتك البحيرة الحمد لله احنا السنة دي يمكن زودنا التصدير بحوالي 30%، خاصة بعد قرارات التعويم اللي حصلت. احنا دلوقتي عندنا تصنيع زراعي بصورة غير عادية، عندنا أكتر من 100 مشروع تصنيع زراعي، ومش قادر أقول لك إن كل أسبوع بنتلقى ناس كتير بتحول الزراعة إلى صناعة، وده طبعا يعني استثمار جيد لزراعتنا. كمان الفاقد بتاع الزراعة كله انتهى بعد هذا التصنيع. احنا الناس بتقولنا ليه؟ لان احنا بنسهل جدا العمليات الاستثمارية، بقى عندنا 3 مناطق صناعية بتشتغل، اهمها وادي النطرون، حوش عيسى، رشيد. حوش عيسى طبعا قريبة من الزراعات. عندنا كمان خبر لازم حضرتك تبقى عارفه، معرف سمعت عنه او لا، عندنا احنا بننشئ دلوقتي بورصة للسلع الخضر والفاكهة، ان شاء الله ده خلال 7 أشهر هتنتهي هذه البورصة، بقى هيزيد التصدير ممكن اقول لك 100%، هيبقى فيه وكالات زراعية، هيبقى فيه وكالات للتصدير، هيبقى فيه مركز نقدر نقول مركز تكنولوجي جوه هذه البورصة، انه بيدي شهادة لكل مصدر، يعني اي واحد هيصدر للعالم الخارجي هيبقى معاه شهاده بتقول ان هذا المنتج مطابق للمعايير العالميه والصحيه. في نفس المركز هيبقى اي واحد عايز يطلع شهاده منشا، مش هيدوخ، هيطلع شهاده منشا. فاحنا الحمد لله في البحيره ماشيين في الاتجاه الزراعي، في الاتجاه الصناعي، في الاتجاه الاستثماري بصوره طيبه والحمد لله. خبر جميل. الاسواق المستهدفه عربيا يا فندم، يعني مين المستهدف من الدول العربيه ان احنا نخرج بمنتجات البحيره لتمثل مصر كاكثر محافظه زراعيه مستقبلا؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي احنا حاليا عندنا مش بس بلاد عربيه، احنا عندنا انجلترا، وعندنا هولندا، وعندنا الامريكا، وعندنا كندا، وعندنا جزء من شرق اوروبا، كل ده بيتم التصدير لها الفواكه حاليا والخضر. طبعا البلاد العربية السعودية، الأردن، يعني معظم البلاد العربية حاليا بيتم التصدير لها، لكن كل ده هيزيد زيادة إن شاء الله.